الخير واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم هاشتاج، ولسه معاكم بنتابع الاحداث اخر الاحداث والتطورات من ميدان التحرير ومن ميادين مصر كلها. زي ما احنا شايفين ثوره مستمره في كل انحاء الجمهوريه، ونشوف اول خبر معانا النهارده نقلا عن بوابه الاهرام. عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه بيقول ما يحدث في التحرير ثوره جديده بسبب قتل المتظاهرين، ووصف أيضا ما يحدث في الأزمة الكبيرة والفتنة، وأن الثورة تعيد النظر فيما جرى بعد 10 أشهر، ونحن نقترب من يناير 2012 ونتساءل جميعا ماذا تحقق في ظل حالة التباس كبير بسبب أداء لم يكن منتظرا من الحكومة وكذلك البطء الكبير. قال أن هذه الأزمة يجب أن تجمعنا على قلب رجل واحد، وهذا هو الوقت المناسب الذي تجتمع فيه جميع الأطياف السياسية ليتناقش الجميع، ولأن ذلك متأخرا ولا يزال هناك فرصة للحوار مع جميع الأطراف. بما أننا بنتكلم مع المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، في نشطاء كتير جدا وناس كانوا متواجدين في التحرير، كان تعليقاتهم على تويتر وفيسبوك أن الردود عن الأحداث اللي حصلت في التحرير كانت متأخرة جدا، وإزاي ناس عايزين يمسكوا البلد ردودهم تبقى متأخرة في أحداث زي دي. خبر تاني معانا النهارده برضو نقلا عن بوابة الأهرام، متظاهروا التحرير لزهران أخرج فورا ونخبة التلفزيون لا نريدها في الميدان. تسبب وصول الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق إلى ميدان التحرير في مشادات كلامية بين المتظاهرين الذين طالبوه بالخروج والبعض الذي أصر على بقائه لمساندة الشباب المتواجد بميدان التحرير. وقام عدد من المتظاهرين بمطالبته من مغادرة الميدان فورا، مؤكدين له أن النخبة السياسية التي تظهر على شاشات التلفزيون مكانها ليس بميدان التحرير ولكن في مكاتبها. وبعد مرور 4 أيام على ضرب وقتل المتظاهرين لن يسمح شباب التحرير بدخول السياسيين الحديث باسم الميدان. كالتعليقات برضو على تويتر وفيسبوك على الموضوع ده، ان احنا ياما على كلامهم ياما سيبنا صوتنا او سيبنا الناس تتكلم على لساننا وما استفدناش حاجة بقالنا قد كده. تغطية بي بي سي برضو لأحداث التحرير، بروتسترز او متظاهرين بتجمعوا في ميدان التحرير for mass protest to put pressure on the military to speed up the transfer of power، يضغطوا على المجلس العسكري للانتقال إلى سلطة مدنية. ده كان عنوان المقالة، مقالة البي بي سي لتغطية الأحداث في التحرير. برضو زي ما احنا شايفين هنا رويترز، وكالة رويترز حاطة فيديو عن أحداث التحرير نوريه لكم نرجع على طول. A steady stream of injured are ferried by motorcycle from the front line, where stone-throwing demonstrators are facing off with riot police, who are unleashing a constant barrage of tear gas, birdshot, and rubber bullets. هو بيحكي طبعا الأحداث اللي بتحصل في التحرير، إزاي المصابين بيتم نقلهم على الموتوسيكلات وعلى الغاز مسيل الدموع والرصاص اللي بيتضرب كل شوية، القنابل مسيل الدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي. في برضو ناس تعليقات كانت الأحداث دي. ننتقل برضو إلى أخبار أخرى. نقلاً عن مصر اليوم بقى، قبل خطاب طنطاوي عودة رئيس الدستورية للقاهرة والوكالة الرسمية تربطها بالتحرير. نص الخبر بيقول قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الاثنين أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا عاد اليوم من القاهرة قادماً من إسطنبول. واعتبرت الوكالة أن عودة سلطان تأتي نظراً للأحداث الجارية بميدان التحرير وتقديم حكومة الدكتور عصام شرف استقالتها للمجلس العسكري ومتابعة التطورات التي ستحدث خلال الساعات المقبلة، رغم أن رئيس المحكمة الدستورية العليا لا يقوم بأي دور سياسي. فيديو آخر برضو اطلاق القنابل المسيلة للدموع في التحرير نقرا عن الفجر اليوم، نشوف الفيديو نرجع له خالص. الشارع احنا شايفينه قدامنا ده شارع محمد محمود اللي كان فيه كل الاشتباكات الأيام اللي فاتت. من يوم السبت واضح كميات الغاز مسيل الدموع واضحه في الفيديو طبعا، واعداد المتظاهرين في التحرير في ازدياد برضو. ده جزء صغير من الفيديو، نشوف بقيه الاخبار اللي معانا. دي صور برضو من التحرير. شريف قدوس بيقول this has become a war، بقت حرب. One side has gun and gas and the other has numbers and will. ناحية من قصده على الأمن، هما معاهم الغاز مسيل الدموع ومعاهم مسدسات، وإحنا عندنا الأعداد والإرادة تحرير. زي ما إحنا شايفين هنا الموتوسيكلات بتنقل المتظاهرين المصابين بالاختناق أو اللي أصيبوا بطلقات إلى المستشفى الميداني،
ونازلي حسين تعليقها كان الإسعاف المصري أم الأجنبي. تمام والله رجالة. هو أنا بس تعليق بس الناس اللي بتقول على الناس اللي في التحرير بلطجية أو الناس اللي على الموتوسيكلات دول إن هما برضو أشكالهم غلط، والتعليق الطبقي بحت ده. الناس دي هي اللي بتنقذ أرواح، الناس دي اللي بتدخل جوه الضرب من غير ما تخاف ومن غير ما تفكر إن في غاز مسيل الدموع بيعمي كل الناس، وأي حد جرب الغاز قبل كده هيبقى عارف. متعرفش تفتح عينك حتى ومتعرفش تاخد نفسك إطلاقا، يبقى صعب جدا. الناس دي تدخل لغايه جوه وتجيب المصابين وتطلعهم للمستشفى الميداني. فياريت ما نحكمش على الناس وفقا بالمظهر بس. ابن جمال الدين هنا بيقول تحت هاشتاج تحرير: تحيه شكر من قلبي لولاد البلد الجدعان اصحاب الموتوسيكلات الصيني اللي ما بيخافوش من ضرب النار وقنابل الغاز وبيدخلوا العمق لنقل المصابين. نفس التعليق برضه محمود. احنا شايفين برضه صور اخرى من الموتوسيكلات دي. هنا كي الشناوي: صورة من ساعتين بالضبط، 7 عربيات دعم أمن مركزي في الطريق إلى الإسكندرية. الصورة دي قبل الإسكندرية ب20 كيلو. شايفين هنا الصورة اللي حطيتها. الصورة دي أنا شخصيا يعني أثرت عليا جدا. يعني إحنا شايفين المتظاهر دي نقلا عن مصر اليوم. الصورة إحنا شايفين متظاهر معوش أي حاجة في إيده خالص، ولا حتى يعني ولا حتى ورقة، والأمن واقف قدامه بمسدس. طب يعني ليه؟ ليه الاسلوب ده؟ يعني شهير بيقول الموتوسيكلات بتوصل المصابين على المستشفيات ويرجعوا شايلين اكل وميه للمقاتلين في الامام. المجد للموتوسيكلات. برضو احنا اتكلمنا على الموضوع ده تحت هاشتاج تحرير وايجيبت. مريم بتقول الاماكن التي يمكن التبرع بالدم لمصابي التحرير فيها هي القصر العيني، مستشفى الدمرداش، مستشفى الهلال، مستشفى احمد ماهر، مستشفى المنيره. تحت هاشتاج تحرير لو حد حابب يروح يتبرع بالدم يا ريت. اسامي المستشفيات موجوده قدامكم اهي. طيب دلوقتي معانا في مداخله هاتفيه مدام استاذه هبه السويدي. الو. ايوه. متطوعه. معلش عفوا انا مش سامعاكي يا هبه. ايوه معلش، اتفضلي حضرتك. ايوه هبه، مدام هبه ممكن حضرتك تقول لنا التايتل او حضرتك دورك ايه دلوقتي؟ لا حقيقة انا مكمله، انا كنت اوريدي كنت بعالج عدد كبير من مصابين الثوره وقت يناير، ومكملين من ساعتها لغايه دلوقتي كله بقى مع بعض بقى. تمام. فبناخد حالات بنعالجها، وللاسف الحالات اصاباتها وحش جدا. ما ده بابا معلش اخد واحده واحده بس عشان نفهم الوضع عامل ازاي هناك. ممكن توصف لنا الوضع المستشفيات واللي بيحصل والاحداث ماشيه ازاي؟ هقول لحضرتك الحالات اللي جات لنا للاسف حالات فيها واخده رصاص حي في المخ ورصاص حي في الرئه وفي القلب وفي الامعاء وفي الايدين وفي الرجلين. يعني انا باخد اغلبهم كانت رصاص حي. في ناس واخدين طبعا طلق في عينيهم. وللاسف الحالات بجد حالتها وحشه. يعني استاذه هبه معلش اقطعك في النقطه دي، هل في حد من النيابه جه واخد المقذوفات دي عشان يبقى في تحقيق بعد كده تبع اني احنا وي ميك شور زي ما كنا بنعمل وقت يناير، انه اي حد بياخد تقرير من المستشفى سواء من عندي في العيون، يعني اي حد عمل عمليه عيون او في المستشفيات الثانيه، انه كله ياخد معاه تقرير يبقى بقى تحفيه انه واخد بولت. تمام. يكون في تقرير يعني ان هو كان نار ضرب نار حي. تمام طبعا باساسي. يعني عدد الحالات اللي مصابه بطلق ناري قد ايه اللي ممكن حضرتك تقول لنا اليومين اللي فاتوا دول؟ بس في حالات كتير جدا كان بتتصاب وبتقوم مثلا بيخيطوا لها، يعني جالنا كذا حاله شلنا لهم البلي الصغير من جسمهم من راسهم بيطلعوا على طول في ساعتها. تمام. يعني او ادالهم فيرست ايد وبيقوموا ان الولاد عايزين يرجعوا الميدان تاني، العيال مش عايزين يقعدوا في المستشفى. تمام. بس في حالات يعني حالتك معديه ال 600 حاله. يعني 600 حاله في ناس في ناس عينيهم خلاص. لا حيك في ناس بقولك رصاص في المخ والناس يعني يا عالم هتفوق ولا مش هتفوق. رصاص. طب عدد الحالات عدد الحالات اللي اخذت طلق ناري في المخ يعني كتير الاعداد. بصي حضرتك انا لسه يعني احنا بقالناش غير يومين، فانا مني انا شغلي كله دايما بركز مع القصر العيني الفرنساوي. المستشفيات الثانيه منزله ناس دلوقتي بيلفوا لي على المستشفيات الثانيه عشان الداتا لكل الحالات اللي موجوده فيها عشان نشوف ايه الحالات اللي ممكن ننقلها. يعني النهارده نقلت مثلا حاله من القصر العيني لانه مش برضه واخد رصاصه في المخ، وحضرتك عارفه الكير هناك مش كويس قوي. فبضطر انقل الحالات دي. كان زي ما كنا بنعمل في يناير، يعني اول فبراير كنا بنشوف الحالات كنا بننقلها من المستشفيات الثانيه. مدام هبه معلش اقطع حضرتك تاني، هو احنا بس عايزين نعرف ايه اللي ناقصكم، لو في حد حابب يساعدكم ازاي
بصي حضرتك، انا في الميدان قاعده، يعني جروب من التيم بتاعي قاعدين جوه الميدان بيلف على مستشفيات الميدان وبيبلغوني اول باول ايه الحالات المطلوبه، وربنا يكرم الناس كلها، كله عايز يساعد وكله متطوع وكله بينزل يجيب. لو حد حابب يبعت امدادات يجيبها لكم على المستشفيات الميداني بالظبط حضرتك قوي. انا مش حابه ان اي حد يجيب اي حاجه، عشان نبقوا يعني عايزين الحاجات اللي فعلا محتاجينها هي اللي تروح، بلاش حاجات. طب ممكن حضرتك تقولي لنا تبلغينا ايه اللي اكتر حاجه محتاجينها؟ ممكن حضرتك تبلغينا ايه اكتر حاجه محتاجينها؟ امبارح كنا بنضربوا بنوع قنابل معينه، كنا جايبين ادويه تنفع عليها. النهارده القنابل اتغيرت للاسف، الادويه بتاعت امبارح ما بقتش تنفع النهارده، فبتجيب حاجات جديده. فهم حضرتك هم ممكن لو حد حابب يتبرع ان هم يكلمونا او يكلموا حد من الجروب اللي معايا، وهو ممكن يبقى. طب هل في رقم ممكن حضرتك تبلغينا بيه على اساس احنا نكتبه برضو على الشاشه ويعرفوا يتواصلوا معاكم ويساعدوكم باي طريقه؟ خليكي معايا لحظه، هديكي النمره حالا. ثاني ماشي محمد، حضرتك ممكن تقولي لها بعد كده الكنترول هم هيبلغوني بيها ونحطها على الشاشه. بس ممكن حضرتك تبلغيني بس دلوقتي الحاله في المستشفيات وضعها عامل ازاي؟ حالات، في حالات سيئه، في حالات في غيبوبه. تمام. الوضع فيه اصابات زياده دلوقتي واحنا بنتكلم في التحرير. في بصي النهارده ما جاش ولاد تقريبا، يعني جالي حاله واحده عينه للاسف انفجرت من الرصاص من البل، واغلب الحالات اللي جوه الميدان حالات اختناق جامده بسبب القناه. النهارده لغايه دلوقتي ما ضربوش نار قوي، يعني طلق حي خلاص. الولاد حك بتخنقوا لان القنابل النهارده قويه جدا اقوى واتغيرت. انا سمعت فعلا الموضوع ده، سمعت فعلا الموضوع في العينين، وحتى جبنا لهم جرعه بتاعه البحر، نظارات البحر. تمام. كانوا طلبوها لانه الناس محتاجه ان خلاص. مدام هبه انا معلش عفوا عشان الوقت بس مش مساعدني، بس نشكرك جدا على المعلومات دي، شكرا. مكملين اخبارنا برضو، ثورة نيوز على اكاونت على تويتر بيقول ائتلاف ضباط شرطة يعلن نزوله للميدان للفصل ما بين الامن والمتظاهرين تحت هاشتاج تحرير. زي ما احنا شايفين هنا برضو اسيوط اعداد رهيبة من المتظاهرين لم ترها اسيوط من قبل الناشط ستيف نبيل تحت هاشتاج تحرير. برضو عفاف بتقول نحتاج متطوعين الاشتغال بالخدمات الطبية للتطوع برجاء التواجد أمام عمارة 13 ميدان التحرير أو الاتصال على الرقم التالي. زي ما احنا شايفين الرقم قدامكم موجود لو حد حابب يساعد. ابن جمال الدين بيقول تحت هاشتاج تحرير هوسبيتال أو مستشفى التحرير was receiving medical supplies for volunteers an hour ago، أو إن في إمدادات طبية بتوصل للمستشفى الميداني في التحرير. زي ما احنا شايفين الصورة موجودة أهي قدامنا، تصوير محمود جمال الدين. محمد أسامة بيقول نقرا عن أيموس دافا، واحدة ست كبيرة قابلتنا في رمسيس بتقول لنا أنتوا صح بس أنا قلبي محروق عليكم يا ولادي، وبتدعي لنا بالنصر تحت هاشتاج تحرير. برضو احنا زي ما شايفين هنا اوديني ده اكاونت كنا اتكلمنا عليه قبل كده، very important too many supplies in Sheraton and no space to send to تحرير anyone going from there، او ان في امدادات كتيره جدا في Sheraton بس ما فيش مكان، مش عارفين نوصلوها للتحرير ازاي، فهل في حد رايح تحرير من هناك؟ الكلام ده كان من ساعتين. ولو حد حابب يتابع احتياجات ميدان التحرير، احتياجات المتظاهرين، لان هناك في اكاونت على تويتر اسمه تحرير سبلايز بيوضح الاحتياجات ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة، وممكن تتابعوا وتوصلوا اللي انتوا عايزينه وتتواصلوا مع الناس اللي بيوصلوا الامدادات للميدان. شادي محمد بيقول عشرات الالاف يتوافدون على التحرير في مليونيات الانقاذ الوطني، ده نقرا عن اكاونت G4S90. برضو أحمد بيقول هنا في المنصورة المسيرة النهاردة خرجت الجامعة بس معدية 7000 طالب تحت هاشتاج منصورة جامعة نوفمبر 22، طبعا هذا عدد كبير جدا. هاني بيقول تحت هاشتاج تحرير I'm going down because as a human I refuse what happened to Egyptians in تحرير by the Ministry of Interior regardless to any political agenda، أنه هو حينزل التحرير لأنه هو رافض كبني آدم إنه اللي حصل للمتظاهرين في التحرير من قبل وزارة الداخلية، وهو ما عندوش أي أجندة سياسية. ويعني هو فعلا يعني لو أي حد يعني بغض النظر عن الناس أنتم موافقين على اللي حصل في التحرير، موافقين على اعتصام أو المتظاهر أو لأ، إحنا بعد ثورة ومن حق كل بني آدم، كل مواطن مصري يتعاملوا معاه كبني آدم مش كزي ما كان بيتعاملوا معنا في النظام القديم. فاللي حصل طبعا ده مرفوض تماما.
جورج صليب بيقول المرصد الأورو متوسطي يدين استهداف متظاهري التحرير بغازات محرمة دوليا، زي ما دكتورة هبة كانت بتقول أو الأستاذ هبة كانت بتقول الغاز اتغير والآثار بقى ليها على المتظاهرين اتغيرت تماما ومش عارفين يعالجوا الموضوع ده ازاي تحت هاشتاج تحرير. ده مقال المصري اليوم عن الأحداث دي، برضو نص المقال بيقول أدان المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان استهداف المتظاهرين السلميين بغازات محرمة دوليا في القاهرة، وقال أنه بصدد حشد موقف دولي رافض لمثل هذه الانتهاكات، واستنكر المرصد بشدة استهداف المتظاهرين السلميين على يد قوات الأمن والجيش واستخدام القوى المفرطة ضدهم، والتي أدت لمقتل أكثر من 25 مدنيا وإصابة أكثر من 1500 آخرين وفق إحصائية رسمية لوزارة الصحة. تمام، هيبقى معانا فيديو دلوقتي عن أحداث التحرير وآخر تطورات جمعناها عن النهاردة من أول اليوم النهاردة، فريق العمل جمعوه، نشوفه ونرجع لكم بعد كده على طول. الكلام ده زي ما احنا شايفين كان الصبح في شارع محمد محمود، متطوعين بيحاولوا مساعدة المتظاهرين، الاشتباكات زي ما احنا شايفين مستمرة، الغاز غاز المسيل للدموع بكميات رهيبة، احنا شايفين طفل قدامنا بيتشال من موتوسيكل وبيتنقل جوه، يعني الناس مش ملاحقة فعلا تساعد مين ولا مين. دي المستشفى الميداني بتاعت عمر مكرم زي ما احنا شايفين، الراجل ده بعكاز ما كانش عارف يتحرك، اختناقات طبعا كثيرة جدا، حالات اختناق كثيرة جدا. ودي المستشفى الميداني اللي في باب اللوق، احنا شايفين برضو ان هي مش مؤهلة طبعا لدرجة عالية، بس ده اللي الناس قدرت تعمله، دي بجهود ذاتية وبالتبرعات وبالامدادات من الشعب. زي ما احنا شايفين هنا دكتور بيحاول يفوق احد المصابين بالاختناق. وطبعا اهو زي ما احنا شايفين احنا كان في طلبات كتيره جدا بالتبرع بالدم، لان في نقص جامد جدا في المستشفيات، كان في تشييع جثمان احدى الشهداء في الميدان النهارده، لكن تكملت الاشتباكات برضو في محمد محمود، شارع محمد محمود، غاز مسيل الدموع، المتظاهرين بيحاولوا يبعدوه عنهم. كان في فعلا تعليقات كتيرة جدا ازاي ان الغاز اللي استخدم مختلف تماما على اللي استخدم قبل كده، وان الاثار بتاعته غريبة. تمام، مريم بتقول كمل التويتس بتاعتنا واخبارنا تحت هاشتاج تحرير، بخاخات الفنتولين اكتر حاجه محتاجينها بسرعه يا جماعه وشار للكل. عبد المجيد بيقول عاجل جدا، مطلوب فورا ماسكات ونظارات المستشفى الميداني عند هارديز، الكلام ده من ساعتين، يا ريت لو حد متجه لهناك يساعدهم. آية بتقول برضو عاجل، جميع العاملين بمبنى رئاسة الوزراء تلقوا تعليمات منذ قليل بإخلاء مكاتبهم ومغادرة المبنى في تمام الثالثة عصرا، تحت هاشتاج تحرير وإيجيبت. صورة برضو من الزميل ابن جمال الدين، another photo from تحرير half an hour ago a million of Egyptians against SCAF. احنا شايفين هنا كان في اعتراض، المتظاهرين المصريين نازلين في ميدان التحرير لانهم عايزين ينقلوا السلطة من السلطة الحالية اللي هي في يد المجلس العسكري الى سلطة مدنية، دي كانت مطالبهم النهاردة. زي ما شايفين الصورة واضحة على الشاشة من التحرير، الاعداد في تزايد مستمر. صورة أخرى برضو من أحداث النهاردة في التحرير، رائد جيش يعلن انضمامه الآن لينا في التحرير وبيقود الهتافات ضد العسكر في الميدان، برضو من جمال الدين يقول تحرير نيدز دكتور حازم ياسين عنده استعداد يعالج مصابين العيون في الأحداث الأخيرة مجانا، انشروا رقمه واسمه،
ده الرقم موجود قدامنا واضح لو حد، هنديكوا بس دقيقة عشان تنقلوه لو في حد حابب يعرف يوصله. برضو قال هبة سويدي، هبة سويدي اللي احنا كنا بنتكلم معاها من شوية موجود رقمها هنا موجود، هي هتساعد اي حد محتاج رعاية طبية من احداث التحرير، رقم موجود قدامكم احنا هنسيبه دي برضو دي عشان لو حد حابب ينقله على طول يكون يلحق. زي ما احنا شايفين هنا موجودة على ستريب على الشاشة. اسلام بيقول قيادي في الاخوان قال ان الخبره المتدنيه للشباب في التحرير لا تستطيع صنع سياسيا. وعمار علي حسن يرد هؤلاء هم من انقذوك من السجن وجعلوا لجماعتك حزب. هو على اي اساس بس يعني على اي اساس قيادي اخواني يقول الخبره المتدنيه للشباب في التحرير؟ الشعب عارف هو عايز ايه، والشعب عارف مطالبه ايه ومطالبه واضحه، مش لازم يكون حد مارس الحياه السياسيه او مارس السياسة لمدة عقود، لان كل بني ادم عارف مطالبه الاساسية ايه وهيعرف يوفرها لنفسه وهيعرف يجيبها، دي حقوقنا الاساسية كبني ادمين. فالنظرية دي احنا نستقل بالشعب بالاسلوب ده مش لطيفة، واظن ان احنا الشباب دول عرفوا يسقطوا رأس النظام وعرفوا يقعدوا 18 يوم، الشباب دول اللي معرفوش غيرهم يعملوا. ابن جمال الدين بيقول برضو في إصابات لبعض الطلبة، طلبة المدارس جراء الاختناق بالغاز، أحمال الغاز بتزايد وفي تنوع كبير في التأثر بالغاز ما بين اختناق وفقد رؤية مؤقت. نقلا عن أكاونت قناة 25 على تويتر، تشيع جثمان أحد ضحايا ميدان التحرير الآن من ميدان التحرير، ده اللي احنا شفناه، ده الفيديو اللي احنا شفناه من شوية على الفوتج او الفيديو احنا وراه لكم. برضو تحت هاشتاك تحرير ومينستري اوف انتيري او وزارة الداخلية، واضح ان في اصابات قنص مباشرة. لسه شايف واحد امامي باصابة مباشرة في العين نتيجة رصاص مطاطي وعشرات حالات اغماء بسبب الغاز. انا التويتس دي او الحاجات اللي بقراها دي في الايام اللي فاتت دي انا بتفكرني ب 25 يناير، يعني انا التعليقات والحاجات اللي بتحصل رجعنا تاني ولا كان حصل اي حاجه. نطلع فاصل ونرجع نكمل اخبارنا بعد الفاصل.